أعلن رئيس كتلة المستقبل النيابية سعد الحريري تأييد كتلته لإعادة انتخاب نبيه بري رئيسا لمجلس النواب اللبناني، وبذلك سيحظى بري في جلسة التصويت اليوم بغالبية أصوات النواب الجدد، إضافة إلى أصوات المعارضة التي يعد بري أحد أبرز أقطابها. محمد نون والتفاصيل من بيروت. للمرة الخامسة على التوالي سيصبح نبيه بري رئيسا لمجلس النواب اللبناني، رئاسة تحظى بدعم المعارضة بوصف بري أحد أقطابها، لكنها تحظى أيضا بدعم تيار المستقبل عصب الأكثرية النيابية. كتلة تيار المستقبل منشوف أنه انتخاب الرئيس بري هو حيكون قرارنا اللي بيثبت الوحدة الوطنية، بيحافظ على السلم الأهلي، بيحافظ على الانفتاح، بيحافظ على أنه نحن نتصرف كمسؤولية بمسؤولية لمصلحة الوطن مش للمصالح الحزبية. دعم الأكثرية النيابية لبري كان غير مشروط، لكنه لم يخف انتقاداتها السابقة له، وبأنه ساهم مع المعارضة في تعطيل عمل مجلس النواب خلال الفترة التي سبقت اتفاق الدوحة.